سلام سلام لفي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامله في نهار اليوم. اليوم جيتكم فيديو تحفيزي، فيديو طاقه ايجابيه، الخدمه في الكوزينه والتحضيرات تاع رمضان. على بالكم بلي سيدنا رمضان على الابواب، بقالوا تقريبا 15 يوم، دونك على بالي كامل راكم في الكوزينه كاع، راكم توجدوا، راكم تنيطوايو، تنفضوا، تغسلوا، ترتبوا. على بالي المراه الجزائريه فحله ما شاء الله عليها، وما يدخلش عليها رمضان وكوزينتها ماشي منقيه وماشي جديده وكل شيء. دونك انا اليوم باذن الله راح نبدا، واول بارتي راح نبدا بها في الدار هي الكوزينه. بالنسبه لي الكوزينه هي اللي فيها الشغل بزاف، سورتو كو حنا هنا في ديارنا في امريكا بزاف صغار، شومبرا، صالون، او سال دو بان، وكوزينه، يعني كوزينه صغيره. دونك هنا وين كاين شغل بزاف. راح نبارطاجي معكم كاع واش راح ندير البنات، غير سي برون شريح وحتى الاخير، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. قبل ما نبدا اي شيء البنات، حبيت نبارطاجي معكم لا كويزين ديالي كيفاش دايره، باسكو كاينو بزاف البنات يقولوا لي ورينا لا كويزين تاعك هكا باش ياخذوا فكره. فوالا راح نبارطاجي معكم، هاي ليك لا كويزين تاعي من تبدا، ها وليك الشكل تاع لا كويزين تاعي. بو انا عندي كويزين اوفيرت على الصالون، عندي مطبخ مفتوح على الصالون. دايوغ لا راكو تشوفوا هذه الطابيه تاع الصالون، وهنا عندي الكوزينه. البنات اللي يسكنوا في امريكا على بالي شاطرون نفس الراي، عندنا كاع بروبليمات في الكوزينه. لي كويزين هنايا البنات ضيقين صغار، دي فوا بلاصتهم كاع ماشي بلاصه كما يقول لك. كاينه جوست تدخلي، كاين جوست تدخلي من الباب تاع برا تدخلي في الكوزينه. كاينه لي كوزينه تاعها لاصقه حاشاكم مع الصال دو بان، غير تخرجوا من الصال دو بان راكو في الكوزينه. كاينه لي في وسط الدار، كاين لي ما عندك ما على باليش، يعني كل وحده كيفاش دايره الكوزينه تاعها. اللي راهم هنا في امريكا يكتبوا لي لا كوزين تاعهم كيفاش دايره. الحاجه المليحه في الكوزينه تاعي تاني البنات هي انه ماشي جايه ديريكت في الدخله ولا تاع الباب، دونك انا عندي كي نفتح الباب عندي كولوار ابخي باش تتلاقاو تشوفوا يعني الكوزينه والصالون. وهذه هي البنات، ها لك واش عندي، ما عنديش حاجه كبيره. والمشكل ثاني التيكي عادت لاصقه مع الصالون، ما قدرتش ما اني نديكوريها بزاف باسكو تحسوا الحاله طرو اكزاجيري، يعني الكوزينه تاعكم ديكوريا بزاف زعما هكا لي كادر كل شيء. شوفوا ماشي دايره حاجه كبيره، راني دايره هذوك ثاني تيك، وزاد او ميم طون الصالون زعما كديروا فيه دو كادر ولا تروا كادر. انا جيمغي بيان ان شاء الله لا كتب ربي الخطه الجايه كي نكري كوزينه تكون يعني داري فيها كوزينه سيباري بالباب وكل شيء، باسكو ما عجبتنيش كامل. المهم البنات هاي لك واش عندي، عندي طابله هكا عاديه، الفريجيدار يعني ثاني تك باش نوضح حاجه، باسكو كانوا البنات يقولوا لي حياتك تكري الدار واش يجي معها. مثلا البنات الفريجيدار يجي مع الدار، يعني ما تشروش وحدكم. ولوتر كوتي واش عندي، هاوليك عندي مثلا البنات الكويزينيا كيف تجي مع الكرا، وعندكم الميكرون يجي مع الكرا. هذه هي البنات، دونك هذو كما يقول لك لي زيلكتروميناجي ما شريتهمش انا. عندي بلون دو طرافاي سافا مليح، وعندي هنا ستارج، هاوليك واش عندي لتحت، وهاوليك واش عندي الفوقه. وهذا البنات اللي راكم تشوفوا فيه الوسمو الشوفاج، وما ديروش على لامب راهي مسخه باسكو مازال ما نيطويتهاش. وباي ذا واي راهي طيح الشتا، راه واحد الخير الله يبارك. اليوم راهي شويه شتا وشويه ثلج كيما راكم تشوفوا. وبالك راكم تسالوا هذه واش نهار، هذه سكوتش. سبق وحكيت لكم انه في واحد النهار في الصيف كنت سخانه بزاف في الصباح، وكنا فاتحين الزجاج هذا، وعلى بالكم بلي مور الزجاج كاين واحد الفيلي صغير اللي راكم تشوفوا فيه. من بعد حبيبنا السين جاب ما نعرف الا كان جيعان ولا واش دار، فقبلي هذاك الفيلي لتحتاني وصدم لي للدار. من بعد كي عاود خرج، كي خرج وكل شيء، درنا له سكوتش في البيض نورمالمون باش نبدلوه، مي مازال ما بدلناش، خلينا هكاك ماشي مداري يبان هكا، مي كي راه يطيح الشتا وتشمخ راه يبان ابيض بزاف. المهم هاولي كيفاش راهي الحال، صايبه النافعه ان شاء الله. بغاف البنات خلينا نولوا للمفيد. دونك انا واش درت، انا قهوي تغسلت الماعني وكل شيء، عاودت رجعتهم بلاصتهم. واليوم واش حبيت ندير البنات، حبيت نطاكي هذو لي بلاكار. بون الداخل راني مستفتهم وكل شيء، ما صورت لكمش باسكو كنت عجزانه وكنت حابه نكمل رابيدمون، دونك رتبت كل شيء بلا ما صورت لكم. انا عندي البنات مشكل في هذو البلاكارات، في دقيقه يتوسخوا، دي فوا تشوفيهم كشول فيهم واحد الزيت، راكو تشوفوا البلايك هذو ما على باليش على بورتو، ما عنديش اليد يعني غير انا وراجلي ياسين ما يلحقش. سي فغي هذو يظل فيهم، يظل يفتح يغلق في البيبان من فوق، منين غير انا وراجلي هكا دي فوكش ما يجبد، ما على باليش على يتوسخوا. دونك راح نيطواي هذو البنات، راح نسيت انتي كنيطواي هذا البلون دو ترافا وهذا هنايا. والحاجه الكبيره هي هذه الوسمها،
الكويزينيا على بالكم. شوفوا هذا ما بعيش راح تعرفوا راح تعرفوا شنو هذا. البارح طيبت سكسو افيسار اللي هو هذاك اللي اسمه الفول المدشش، وكي كنت نغلي فيه ودي فوا كي كنت نخلط القدره ولا شوفوا كيفاش داري لصق لي كامل في الكويزينيا مرمدها لي كامل. دونك نيطوايها معاكم بهذاك البرودوي اللي سبق وشريته ونوريكم كيفاش تخرج. وهنا البنات سانيتيك، هذو لي زيبيس سانيتيك كنت شريتهم وريت لكم البارح في الليل بديت نخدمهم، كاين اللي بدلتهم وكاين اللي غسلتهم غير هذا وين، دونك نخليهم ينشفوا ابخي نبدلهم. وهذا البنات ما باش الا شفتوا عليه هذا شريته من الجزائر، ريحه البلاد كل ما نشوفين تفكر ما يرعبوا. المهم هذا شريته، هذو التحتانيين راني دايره فيهم وهذو راهم فارغين ان شاء الله نجبد لي زيبيس اللي جبتهم البلاد باش نديرهم في هذو الخمسه الفوقانيين هكا باش نستعملهم في رمضان. المهم البنات يلا خلونا من الهضره بزاف والبلا بلا ويلا نبدا البنات دوكا راح نبدا نمسح البلاكارات نطويهم البيوضه. انا واش نستعمل؟ ما عندي حتى برودوي، يعني ما نكذبش عليكم عندي حتى برودوي نستعمله. نستعمل الماء مع الجافيل. بون انا الجافيل اللي عندي هنايا بزاف قاصح دونك ما نقدرش نستعمله وحده، ندير كميه تاع الجافيل كميه تاع الماء نخلطهم تخابيه ودرتهم في هذه الشيفونات ديالي ونبدا نحك في لي بلاكار نتاعي. هذو لي بلون دو طرافاي نتاعي كيما راكم تشوفوا راني حطيت كلش هنايا باش ما نقيس والو باش ما نشمخ والو. واش راح نستعمل؟ جبت هذه اللي حكوا بها الماعن وندير لها شويه الوسمو البرودوي تاع اللي غسلوا به الماعن وندير لها شويه جافيل ونسي نحك هنا ونزيد نحك ثاني تيك هنايا. وهنايا عندي الوسمه ديالي عندي السله نتاعي كيف كيف، دوك ندير لها شويه جافيل نخليها تشمخ من بعد نيطوايها ومن بعد نروحوا لهذه. ما حبيتش ندير برودوي دوكا قلت خلي حتى نكمل كل شيء هذو لي بلون دو طرافال ابري ندير لو برودوي. على بالكم ليدان كي تقلو كي طير هكا زيت كي تكونوا تحمسوا ولا هاكا هذيك ماما المصيبه راني مسحتها. شوفوا البنات انا حبيت لو كان راجلي راه هنا البنات حب الكرسي حبيت لو كان كي يكون راجلي هنا نقول له يجبد لي كاع هذه الكويزينه غير نحيها لي باش نطوايي موراها، على بالي تكون كارثه موراها البنات. شوف تشوفوا مثلا هنايا شحال يلصق شحال يلصق الزيت سقت هنايا انا كنعود نقلي الفريت ولا بصح ما نكذبش عليكم انا على الفريت 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 راجلي مضروب على الفريت لازم كل حاجه طيبيها له اي حاجه ياكلها مامشي اذا ما تمنشي زعما تقولي انا طيب له اليوم نطيب له العدس ولا اللوبيا نتهنى من اللي فات نو. على بالكم عقليه تاع الجزائر الفريت دائما تكون حاضره على الطابله. دونك كي نعود نقلي في هذا البنات هنايا يطير كاع الزيت، مي ماشي الحاجه اللي ما تنحاش. شوفوا البنات راه تنحى دوك كي نزيد لنا هنا ثانيتي دوك نزيد نمسحو كامل ليدان هكا البنات. دوك انا واش ندير نكمل الحبكاع نزيد لها شويه وسمو دوك نحك نكمل كل شيء نمسح ونوريكم كيفاش ولات الحاله.
شوفوا البنات انا كملتهم خرجوا هايلين، راكو تشوفوا البنات خرجوا هايلين، سورتو هنا اللي توسخ بزاف ثاني تيك هذا لا بارتي مسحتها بيان حكيتها بيان ودوكا مسحتها. دوكا واش بقاو لي البنات؟ قلت لكم هذا حبيت نحكم شويه. شوفوا في الجب بابي خفيف هكا، هذا اللي نمسحو به يدينا، دير فيه شويه ما شغل كما يقول لك من الدي افان. بس كيما قلت لكم حبيت نوضيهم باسكو راهم مسخين اون طون، انا نخاف التريسيتي ما نحبش نريسكي بعمري. دونك هاكو تشوفوا هذه صافا سيتو لا فريزي. يما 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 لا غير تشوف هذا الفيديو دوك تعيط لي تقول لي يا بنتي واش داك لا فريز. مي هادو تاع الكوزينه يتوسخوا بزاف، دونك شوفوا الداخل راهي مسخه. خفتها البنات ولا خفت تمسها، وعلى بالكم هنا ماشي كيما في البلاد الوسمو زعما الكونتر تاع قدامك قال تحطي تريسيتي وتخدمي. دونك نمسحها غير الفوق الفوق. قولوا انتم البنات في رايكم ولا انتم في ديوركم اللي راكم عايشين هنا كيفاش نيطوايو نيطوايتها على برا. مي هذوك العيون خفتهم، دايرين شوفوا كيفاش راهم يخضروا فيا يخوفوا. دوك انا البنات جيت باش نيطواي الكوزينيغ ديالي. واش راح نستعمل؟ راح نستعمل هذا البرودوي اللي كنت شريته معاكم من دولار دريم واسمو ايزي اف. الحاجه المليحه فيه سي كو ما فيهش ريحه، يعني امن كي ديروا في الدار هكا زعما كيما الكوزينه قلت لكم مفتوحه واللي يجي قدامي كل شيء نورمال ما فيهش ريحه. فيه واسمو بذوق الليمون القارص هايل. واش نقول لكم سي با لا بروميير فوا اللي راح نستعملو باسكو سبق واستعملتو يعني للامانه باش ما نقولكمش لا بروميير فوا راح نستعملو. ودوك نشوف كيفاش النتيجه تاعو يخدم بيان، النتيجه تاعو شابه. وشوفوا هادو مازال ما غسلتهمش كاع، مازال ما استعملتوش بيهم، يعني مام هادو تقدروا تمسحوهم بهذا البرودوي. دونك هادو راح نديرهم البنات راح نديرهم كوتي باش هما ثاني تيك نيطواييهم. صبروا نبداو الحاجه الاولى في هذا. قلت لكم الحاجه مليحه سيكو تستعملوه مثلا الا كانت الكوزينيغ تاعكم ماشي مسخه بزاف بزاف ترشوه كيما نوريكم تخلوه مده 2 سوايع ابخي تمسحوا برك. والحاجه المليحه ثاني ديك البنات في سيكو تقدروا تستعملوه بلا ما ديروا لي كون في يديكم، يعني ما يدير لكم حتى حاجه في يديكم. دوك البنات نوريكم كيفاش نستعملوه هكذا باش راكم تشوفوا. فوالا راهي بان هكذا تبخوا كاع على الكوزينيغ تاعكم. انا دوكا قلت لكم سبق واستعملته، مي كي استعملته الخطره الاولى كامل البنات قريبا استعملته الخطره الاولى كامل نهار استعملته مده 2 سوايع هكا ساعه نص ساعه ولا وليت نحس ريحه ليدام، خاطش هذاك الزيت هذاك ليدام كاع يذوب. فهمتوني البنات؟ هكذا البنات ديروا قلتكم نيطوايو هكذا رشوا كامل على الكوزينيغ تاعكم. انا الداخل الكوزينيغ تاعي نقيه دونك ما حش نيطواي الداخل. شوفوا هكذا الى استعملتو البنات اللي راكو عايشين هنايا قولوا لي عجبكم. وكاين انواع اخرين كيما هذا ازرق، كاين نورمالمو كاين واحد اخر صفر ما نبيش وقل كاين انواع واحد اخرين كل واحده والكود تاعها. هذه البنات حاجه مليحه مليحه، واللي ما استعملتوش تستعملوا، اللي مازال ما استعملتوش تستعملوا وتقولي ريزلتا. زيد شويه هنايا هكا عند وردان. ودوكا البنات نبدا نخدم فيه هادو. شوفوا نحط بالوحده هكا نديرهم كاع هكا. بون هادو اللي راهم مسخين بزاف دوك نشوفو كيفاش يخرجو. ندير هكا كمية مليحة ابخي نزيد نحط الدوزيام كيف كيف هكا. كيما قلت لكم امن على اليدين يعني ما يضركمش هكا. ونكمل نفس الشيء مع البنات مع هادو. هنا البنات جيت لهذا اللي قلت لكم كنت شريته من البلاد. هذه فيها القهوه شوفوا البنات، هذه قلت لكم هذه التحتانيين انا استعملتهم، هذه فيها القهوه هذه فيها السكر هايلي وهذه شكون صفرها. شوفوا البنات
ما راحش نغسلهم باسكو راني غاسلتهم وراهم فارغين. راح برك نشوفوا واش راح ندير. راح نمسحهم هكا برك من الفوق هكذا برك البنات. سي با لا بين نعاود نغسلهم باسكو صامطين الداخل ما يجيو ينشفوا كلش. قلت لكم انا كي جيت متزاير ونحيت باجاجي وكل شيء وليت مسحتهم استغفر الله يا ربي غسلتهم تري بيان وخليتهم ينشفوا وحطيتهم. يعني هما ما داخل نقيين جوست هنايا اللي تغبروا وهذا ثاني تيكلوس نتاعهم اللي مغبر شويه. دونك البنات كيما قلت لكم هذو باذن الله راح ندير فيهم لي زيبيس تاع البلاد باش نستعملهم في النظام ان شاء الله. بون جو بونس با راح نجبدهم اليوم. شتين داخل هايلي قلت لكم ما على باليش الا يكفيني الوقت نجبد لي زيبيس نتاعو اليوم ونديروهم اليوم هنايا ما على باليش. الا درتهم راح نبارطاجي معكم الا ما درتهمش نهار واحد اخر. شوفوا البنات هذو اللي يتوسخوا هذو. قولوا لي نتوما البنات واش وجدتوا واش اسك بديتوا تنيطوايو ولا كملتوا النيطوايش تاعكم ولا ما كملتوش وين راكم واصلين. قولوا لي هكا باش نعرف. وهذه هي رمضان كما نقول لك ربي يدخلوا علينا بالصحه ولهنا لا فاقدين لا مفقودين وان شاء الله نصوموا بخير ونعيدوا بخير يا ربي يا كريم. المهم البنات انا دوك نكمل نمسحهم نزيد نكمل ايما قربت تحت لي نزيد نكمل هذا ابخي نرجعهم لبلاصتهم. دوكا البنات حبيت نجي نكمل الكوزينيير ديالي وما ما لحقت زوج سوايع تقريبا ساعه وشي ولا ساعه ونص هكاك. على قداش درتها راهي الوحده وخمسة درتها وقلع 12 هكاك وخمسة تقريبا ساعه. مانيش حابه نقليها طول ما اكثر باسكو انا راهي ما راهيش مسخت لي يعني بزاف بزاف راهي نقيه يعني طويتها شحال من خضره. دونك سي با لا بان نستنى زوج سوايع كامل. ما واش جبت هكا طختوشه هكا طرشونه شويه هكذا منديه. شوفوا البنات عطيكم اكزامبل شوفوا شتو كيف خرجت الحاله واش لازم تمسحو بلوزيغ فوا باش كما نقول لك باش تنحى كاع داك البرودوي. يعني النتيجه اللي شفتها كامل كانت في هذه لابارتي من كانت الساعه كانت مسخه ما تيماجينيوش كانت معمره كاع بالزيت. مي دوكا شوفوا كش ولات شحال خرجت. دوك نزيد نمسحها تري بيان بلوزيغ فوا. شوفوا واش كاين فريجيدار راه يبان وكيف كيف لا ميم شوز راح نديرها هنايا. شوفوا برك نوريكم هكذا برك واش تشوفوا نتيجه. شوفوا هايله 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 كيما قلت لكم. شوفوا نستعمل يدي ما نستعمل لا لي غون لا حتى حاجه. دونك هكا البنات دوكا نمسحها كامل ونعاود لها بلوزيغ فوا وراكم تشوفوا كيفاش تخرج. ننصحكم به البنات هايل 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 نقص عليا بزاف الشغل. والي في شوفوا كيفاش خرجت الكوزينيا الله يبارك خرجت تشعل. دونك هذا البرودوي افيكاس 100% هايل 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 ننصحكم انكم تستعملوه. نشوفوا الفوق كيفاش هاي مازال ما نشفتش دوك واقيلا نزيد نعاود نجوز لها خطره واحده اخرى نخليها تنشف شويه ونشوف هاي الاخرى الا شتاب لي مازال فيها شويه هذاك البرودوي نزيد نجوز عليها. هكا واش مازال لي غير هادو برك هادو ثاني تيك دوك نزيد نعاود نطويهم ونرجعهم لبلاصتهم. وش بونس هذا واش راح ندير اليوم. شوفوا انا ما نكذبش عليكم نحبش نخدم الشغل كما يقول لك بلا فورس نخدم كل شيء على ضربه بس على بالكم ما عنديش غير هذا الشيء عندي هاي غدا هاي عشاء هاي مازال نزيد نسيق الارض ثاني تيك. دونك انا واش نحب ندير ما نحبش نفوت على روحي ياسين مامي قلت لكم نحبس الفرصه انا روحي ونخدم كل شيء على فرق نخدم بشويه دوكا كملت هذو. الخطره الجايه ما على باليش الخطره الجايه نجبد الماعن اللي راح نستعملهم ونستنى حتى كش ما نشري ماعن ابخي نجبدهم ونغسل كل شيء وكل حاجه. خطره واش ندير الخطره الجايه ثاني تيك الفريجيدار. شوفوا داك الكرسي وين درتو تنزل ندير ليه بيان. شوفوا قلت لكم الخطره الجايه ثاني تيك مازال الفريجيدار نطوايه مليح عندي ثاني تيك فوق الفريجيدار راهي واحد الخلوطه واحد الجاروطه ثاني تيك لازم نفرز واش كاين فوق الفريجيدار. هذيك هي نخدم بشويه السله ديالي نطوايتها هذا ما كان. دوك نكمل هذو
That's all sponsor for today. حبوبات الزينات سي بون لحقنا النافل تاع الفيديو راني كملت شغلي والحمد لله سي بون عييت مانيش قادره ندير ما كثر كما قلت لكم انا نحب كل شويه نخدم حاجه وما نفرصش على روحي شوفوا الحاله راهي الله الله شابه تبريي وريحه الجبل البنات راهي طعطع واش نحكي لكم الوغ عباكم نقول لكم يدي راهم يفوحوا بالجبل واش نحكي لكم المهم كي الحاله تنقات الحاله ولات شابه شوفوا هذول لي بون دو طرافاي شعرهم نقيين الكويزينيا ما شاء الله خرجت شابه هايله مازال باك نزيد نعاود نمسح لها ليك كيما راكم تشوفوا بس كي ديروا البرودوي بزاف لازم تبقاو تمسحوا باش تنحى كلش ما تبقالكمش هذاك الوسمو داك البرودوي من الفوق وهنايا هذو كيما شتوني نيطويتهم رجعتهم بلاصتهم مازال ما درت لهمش لي زيبيس تاعهم عجزت خلي نهار واحد اخر ان شاء الله وسناوني البنات بارطاجي معاكم كل شيء كاع يعني واش راح ندير في الدار كتجهيزات لشهر رمضان المبارك مازال الفريجيدير قلت لكم نزيد نسقمو من الداخل والخربه هذيك اللي راهي من الفوق مازال وسمو صال دابا راح نبارطاجي معاكم كل شيء البنات ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ويعني كامل المستوى الى عجبكم الفيديو البنات ما تنساوش انكم تخلوا لي لايك وتخلوا لي كومونتير شباب كيما نتوما ونتمنى انكم تبارطاجيو لي فيديو مع صحابكم وحبابكم هكا باش ندوزو رمضان كاع كيف كيف ونتونسو مع بعضنا المهم حبوباتي تهلاو في روحكم بزاف وما تنساوش انه حياتي تحبكم و على بروشان ان شاء الله باي باي